لعبة ألهمت الجزائريين، فكانت ستينيات القرن الماضي ميلاد هذه اللعبة بالجزائر. الآن أبرز الشخصيات الجزائرية في هذه اللعبة هو قاتل العمالقة كما يلقب عالميا، أو مومو كما يحلو لعشاق هذه اللعبة تسميته. محمد بن عزيزة، الجزائري الذي تربع على عرش هذه الرياضة في أواخر القرن العشرين. مومو كان مصدر إلهام وفخر الجزائريين في هذه اللعبة، على رأسهم عمار الزاهي الذي تألق في هذه الرياضة منذ بدايته بجسم متناسق وعضلات مفتولة. وحنا كي قلعنا انا جيت احنا نقدر نقول لك سي ايغوديتور سي ديجا مونو كان بكري يدير البودي بوينيك الله يرحمه بكار العربي، وقال لي اون 1958 قال لي جيت مسيو بوردو تحاسب بوكسر وسام بودي بويل داك عارف هذه. كان عندي خويا ثاني الله يرحمه سي بروف دو سبور، كان عندي مشكلاسيون هذه، انا ما كانش عندي مغرب كنت ندير فوتبول ندير جيدو ندير هذه. اون 86 في لي اس تي اس كنا في ليكيب ناسيونال اتيروفيلي، تفاجئنا جا نوري سوهي الله يرحمه ما شاء الله عظمة هادي، وانت امبرسيوني مع جون تيكسير سكو لونترينور تاعو هذاك. جا العام اللي عليه جا هو وبن عزيز الله يرحمه ايفون ستامبولاني، هذا جاو ثلاثة لا فيديراسيون. شفت الناس هكذا لي غوتيس، قعدت نحكي معاهم، طحت نحكي مع بن عزيز وصاب متلمسان، قال لي شكون في عين يوسف؟ كنت ولا سيني متلمسان، تسع علاقة معاك عندنا نهضرو هادي من تما. في الحقيبة دوني دي كونسي هادي شفنا عندنا قدوة، دونك هادو سي دي زيميغريت تاوعنا دي زالجيريان جاو لعبو هنا وفي الحق وشرفو علم. الزاهي يجزم أن أول بطولة عالمية تحصلت عليها الجزائر كانت في هذه اللعبة. أول بطولة عالمية في البودي بويلدينغ سي بن عزيزة محمد، اللي كاش واحد دا شامبيون ديال في الكاراتي ولا في الجيلي ولا في الفولي ولا في الهوند ولا في البوكس ولا يقول لك شي واحد دا شامبيون.